بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. مولي لا أحصي ثناكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم. مساكم الله بالخير أعزائي مشاهدي قناة فدك، وتقبل الله صيامكم وقيامكم وركوعكم وسجودكم، وتقبل الله كافة طاعاتكم. نلتقي معكم في ليلة رمضانية مباركة جديدة من الليالي الرمضانية، ويسعدنا دائما أن نستضيف سماحة الشيخ ياسر الحبيب. مساك الله بالخير سماحة الشيخ. مساكم الله بالخيرات والبركات. أعزائي المشاهدين، بالبداية إن شاء الله سماحة الشيخ كالمعتاد يطرح ورقة بحث، وبعد ورقة البحث نضع أرقام الهاتف ونستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم وأسئلتكم وملاحظاتكم واقتراحاتكم على الأرقام الموضحة على الشاشة، ويحبذ أن تكون في محور ورقة البحث. وكذلك نستقبل اتصالات البكرية والوهابية على حد سواء. تفضل سماحة الشيخ. أحسنتم، دام فضلكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين. نحن أهل الحق من أتباع أئمة أهل البيت، أئمة الحق صلوات الله عليهم أجمعين. لدينا قواعد وأصول في تمييز الأحاديث الصحيحة أو المعتبرة عن غيرها. هذه القواعد والأصول تفترق وتختلف عن قواعد وأصول الآخرين. من أهم ما يميز قواعدنا وأصولنا التي بموجبها نتمكن من تحديد الأحاديث التي يمكن التعويل عليها، من بين تلك القواعد والأصول أننا لا ننظر فقط في سند الحديث، ولا نعبد هذا السند، بمعنى أننا لو وجدنا سندا كل رجاله ثقات مثلا، ومتنه متن الحديث مضمون الحديث نجده مثلا مخالفا لكتاب الله تبارك وتعالى، أو مناقضا للعقل وما إلى هنالك، فإنا لا نتشبث بذلك السند لتصحيح هذا الحديث كيفما كان، فنكون كمن يعبد السند والأسناد، نتحرر من ذلك
ونحرر عقولنا بحيث أن ننظر في الأحاديث بمجموعها بطرقها وننظر كذلك في متونها، لا أن نقتصر فقط على الأسناد. هذه الميزة فينا لا تجعلنا كذلك نتوغل في رد الأحاديث، ليس هذا ديدننا، بمعنى أننا لا نخضع الأحاديث لأذواقنا لاستحساناتنا، لا، وإنما إذا وجدنا حديثا حتى وإن كان سنده صحيحا قويا، لكن مضمون الحديث متن الحديث لا يتفق مع كتاب الله تبارك وتعالى بحال من الأحوال، أو لا يتفق مع العقل القطعي، العقل بمعنى ما اجتمع عليه العقلاء، فإنا حين ذلك نرد هذا الحديث، لا نعول عليه، لا نأخذ به. هذا هو ما يجعل مذهبنا مذهبا قويا صلبا قادرا على حل المعضلات، مذهبا يتوافق مع الفطرة السوية، يتوافق مع العقل السليم، يتوافق مع الفهم السليم. أما المذاهب الأخرى وخصوصا أو خاصة مذهب أهل الخلاف، فإنهم لا يعملون أو لا يتعاطون مع الأحاديث بمثل ما نتعاطى نحن في مذهبنا، وإنما يخضعون عقولهم لتلك الأحاديث إذا كانت مروية عمن يرتضونه ويريدون التشبث به والعناد في وثاقته وصدقه. بعبارة أخرى، إنهم يدورون مدار السند، إذا وجدوا سندا رجاله ثقات فإنهم يضربون بمتنه عرض الجدار، أي لا يلتفتون إلى المتن، المهم عندهم هو السند، عباد للسند. لماذا لا يلتفتون إلى المتن؟ لماذا لا ينظرون إلى متن الحديث، إلى نص الحديث، ويرون هل أنه يمكن القبول به أم لا؟ يقولون نحن علينا بالسند، وهذه منهجية خاطئة، وهم يخالفونها بأنفسهم للعلم كما شرحنا أكثر من مرة، أنك تجد كذلك أحاديث سندها صحيح لكن متنها لا يلائم مذهبهم فيردون تلك الأحاديث، لكن بحيلة يردونها أو يتلاعبون بتلك الأحاديث ويحرفونها، لا ينظرون إلى المتن حتى وإن كان هذا المتن أو النص مخالفا تماما لكتاب الله تبارك وتعالى، يعاندون في تصحيح ذلك الحديث والحكم باعتباره ويخرجونه في صحاحهم، مستغفلين عقولهم ومستحمقين الناس. أساسا ليس عندهم أصول وقواعد سليمة
في تمييز الصحيح من السقيم، القوي من الضعيف. وهذا أمر نوكله إلى محله. من هذه المقدمة ندخل في صلب ورقتنا البحثية لهذه الليلة، والتي إن شاء الله تعالى تستمر معنا لثلاث ليال قادمة إن أحيانا الله تبارك وتعالى. أهل الخلاف مع الأسف الشديد كما بينا حكموا على جميع من رأى النبي صلى الله عليه وآله بالعدالة والوثاق، ضاربين بعرض الجدار العقل وكتاب الله تبارك وتعالى. اختلقوا لأنفسهم عقيدة أو مبدأ يسمونه عدالة الصحابة أجمع أو أجمعين، فحكموا على كل واحد منهم بأنه ثقة عادل صادق، وصدقوه في كل ما يقول. فإذا كان هذا الواحد منهم مشهورا بموالاته لبني أمية مثلا، كان ذلك عند أهل الخلاف خيرا على خير ونورا على نور. القاعدة عندهم أن جميع الصحابة على حد تعبيرهم كلهم ثقات، كلهم عدول، نقبل ما جاء منهم، ما يصح عنهم نصححه. فإذا كان الواحد من هؤلاء رجلا مشهورا بموالاة بني أمية أو من عمالهم أو من خدمهم أو من وعاظهم، فإنهم يلتفون حول هذا أكثر فأكثر، ويتشددون في وثاقته، في يعني التأكيد وثاقته وصدقه. من هؤلاء هذا الكذاب الخائن الوضاع الذي يدعى أبا هريرة، أبو هريرة الدوسي. نحن والمخالفون نختلف في شخصية هذا الرجل. نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام نقول هو كذاب وضاع مختلق. أهل الخلاف ما زالوا يعاندون في أن هذا الرجل صادق، ثقة، عادل، فقيه، أوصلوه حتى إلى مرتبة الفقاهة، وقبلوا جميع أحاديثه، ما صح عنه صححوه وقبلوه، واهتموا به اهتماما شديدا، اعتبروه راوية الإسلام. والسبب واضح، أنه كان من حلفاء بني أمية. نقول لأهل الخلاف يا قوم، إن هذا الرجل جاء بأحاديث لا يمكن القبول بها، أحاديث تصادم كتاب الله تبارك وتعالى، تصادم العقل. يقولون لا، ما دام قد صح الطريق إلى أبي هريرة فإنا نصحح الأحاديث مهما يكن، نصحح أحاديثه مهما يكن. ما دام قد أخرج أحاديثه البخاري عن مشايخه الثقات وانتهى إلى أبي هريرة، فأبو هريرة صحابي جليل عادل، فنحن نقبل بحديثه هذا. فالمهم عندهم كما بينا في المقدمة السند، ولا ينظرون إلى المتن، حتى ولو كان متن الحديث أو نص الحديث يصادم كتاب الله تبارك وتعالى. أساسا أهل الخلاف إلى الآن لم يتقبلوا فكرة أو حقيقة
أن جمعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يكذبون عليه، لا يتقبلون هذه الفكرة إلى الآن، مع أنها سفاهة ألا يتقبلوها. لماذا؟ لأنهم هم يروون بأنفسهم أن النبي صلى الله عليه وآله قال في أحاديث مضمونها أنه قد كثرت علي الكذابة، كثر علي الكاذبون، ولذلك كان يحذر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مع أنهم بأنفسهم يروون أن بعضا ممن يسمونهم صحابة كذبوا على النبي صلى الله عليه وآله، ومن هؤلاء بعض زوجاته كعائشة مثلا. فمع وجود هذه الحقيقة التي يروونها بأنفسهم يستغفلون عقولهم ويستغفلون الناس، ولا يتقبلون حقيقة أن بعضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يكذبون عليه، ومن هؤلاء أبو هريرة. نحن في المقابل، لأن منهجنا علمي رصين ولنا تلك القواعد والأصول المحكمة، فإننا تقبلنا هذه الحقيقة، سيما أن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، الأئمة الشرعيون من آل محمد صلوات الله عليهم، أكدوا هذه الحقيقة. هنالك حديث شريف يرويه شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه الخصال الصفحة 190 عن الإمام الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليهما، يقول: ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله. العبارة هنا بمعنى أن الثلاثة هؤلاء كانوا أكثر الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وآله. يكذبون هنا بمعنى أنه قد أكثروا من الكذب حتى صار هذا، حتى تلبسوا به وصار هذا أمرا مضارعا لهم مستمرا معهم، كان هذا ديدنهم، كانت هذه حالهم. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله: أبو هريرة، وأنس بن مالك، وعائشة. اسمعوا أيها الناس، الإمام الصادق عليه السلام يقول هؤلاء ثلاثة كانوا أكبر الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وآله: أبو هريرة أولهم، أنس بن مالك، وعائشة. هذا حديث نرويه نحن ونعتقد به، لذلك رفضنا أحاديث هؤلاء الثلاثة إلا ما قام الدليل على أنهم قد صدقوا فيه بقرائن خارجية، بشواهد، بتوابع، بمعضدات وما أشبه. أما القاعدة عندنا أن هؤلاء ثلاثة ليسوا بعدول، ليسوا صادقين، ليسوا ثقات، فلا نقبل أحاديثهم. المخالف يقول: أنا لا أؤمن بحديثكم هذا عن الإمام الصادق، لذلك أنا أقبل بأحاديث هؤلاء الثلاثة. نحن هنا نريد أن ندلل ونؤكد على صدق ما قاله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، بأن نعرض نماذج منتقات من أحاديث هؤلاء الثلاثة الكذابين، ونعرضها أمام أهل الخلاف، مبينين كيف أن هذه الأحاديث متونها، نصوصها تصادم كتاب الله، تصادم العقل، تصادم الضرورة من الدين. فلذلك لا سبيل إلا القول بأن من جاء بهذه الأحاديث اختلقها وكذب بها على لسان رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله، وبهذا يثبت كلام الإمام الصادق صلوات الله عليه.
سنأخذ واحدا واحدا من هؤلاء الثلاثة ونعرض نموذجا واحدا في كل ليلة من أحاديث هؤلاء الثلاثة، نثبت بهذا النموذج أنهم كذابون. نأتي للرجل الأول أبو هريرة. أكاذيب أبي هريرة كثيرة جدا، يصعب تعدادها حقيقة، خصوصا أن أحاديثه بلغت الآلاف، ولكن هذا نموذج واحد فقط. وليرى هذا الإنسان المنصف الآن الذي يقول أنا من أهل السنة والجماعة، والمفروض أنه يؤمن بكتاب الله تبارك وتعالى قبل كل شيء آخر، ليرى هذا الحديث الآن، لينظر ليتدبر، هل هذا الحديث الذي نعرضه الآن والذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة، هل هذا الحديث يوافق كتاب الله أم يعارض كتاب الله؟ الحكم لك. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ورقمه 4423 بسنده الصحيح عن أبي هريرة، هو يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله قال، وحاشا النبي أن يقول حديثا كهذا، قال يلقى إبراهيم أباه، يلقى إبراهيم النبي صلى الله عليه أباه في يوم القيامة، يلقى إبراهيم أباه فيقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. هذا تمام الحديث. ما مفاده؟ مفاده هو هذا: النبي على حد زعم أبي هريرة بين حدثا سيقع يوم يبعثون يوم القيامة. ما هو هذا الحدث؟ أن الله عز وجل يأمر بأن يودع أبو إبراهيم في النار باعتباره كان كافرا. هذا على عقيدة أهل الخلاف. نحن الشيعة نقول ما كان أبو إبراهيم أي والده ما كان كافرا والعياذ بالله، بل كان مؤمنا. أما هذا الذي في القرآن ذكر على أساس أنه أبو إبراهيم، هذا عمه آزر، وإلا والد إبراهيم اسمه تارخ عليه السلام، وهو رجل مؤمن، والعرب تطلق على العم أيضا كلمة الأب. بحثنا ليس في هذه النقطة الآن، أنه هل هو والده أم عمه، المهم أن نقول على كلا الفرضين مهما يكون. نحن الآن نتحدث بلسان أهل الخلاف، الآن أنا أجعل نفسي في موضع المخالف وأقرأ هذا الحديث في صحيح البخاري. إن كنت عارفا بكتاب الله تبارك وتعالى، وإن كنت منصفا وحكيما وعاقلا، فإني لا أقبل هذا الحديث. لماذا؟ لأن الحديث فيه أن إبراهيم عليه السلام يعترض على الله عز وجل يوم القيامة بأنه لماذا تأمر بأبي إلى النار وإنك قد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، لأنه من يدخل النار فقد أخزيته، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وأنت حينما تدخل أبي النار فقد أخزيتني، وأنت وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فلماذا تصنع هكذا بأبي؟ فيجيبه الله تبارك وتعالى، هذا كله على حد زعم رواية أبي هريرة، إني حرمت الجنة على الكافرين.
لا يمكن القبول بهذا الحديث. لماذا؟ لأنه مع قطع النظر عن أنه يصور والعياذ بالله إبراهيم سفيها، يجعله يصوره في صورة الجاهل الذي لم يفهم إلى الآن أنه إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. العلاقة النسبية تنقطع يوم القيامة حتى بين النبي وأبيه أو ابنه أو زوجه، إذا كان هذا الذي ينتسب إلى النبي بإحدى تلك الروابط النسبية أو السببية، إذا كان هذا كافرا أو منافقا العلاقة تنقطع. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ، خلاص. ولذلك مثلا نوح عليه السلام لا يشفع لابنه الكافر العاصي يوم القيامة، لا أنساب. أيعقل أن إبراهيم الخليل عليه السلام وهو سيد أنبياء الله بعد نبينا صلى الله عليه وآله، أيعقل أنه ما كان قد وصل إلى هذه المرحلة من الفهم، من الإدراك، من الإيمان بالله تبارك وتعالى، من التعقل، بحيث أنه ما زال يظن أنه يمكن إدخال رجل كافر وإن كان أباه على حد زعمهم أو عمه على ما نقول نحن، أنه يمكن إدخال هذا في الجنة حتى لا يخزى هذا النبي؟ يعني إبراهيم إلى الآن لم يستوعب أنه لا أنساب بينهم يومئذ؟ أنا وأنت نفهم هذا الشيء مع أننا لسنا بأنبياء، لأن الله ثبت ذلك في القرآن الحكيم، وهو ما يوافق العقل وما يوافق العدالة الإلهية كذلك. أنا وأنت نفهم أنه لا أنساب بينهم يومئذ. المعيار في يوم القيامة ما هو؟ الإيمان، العمل الصالح، هذا الذي يدخلك الجنة. أما أنه تظل كافرا أو تظل منافقا أو تعمل سوءا وتتشبث برابطة النسبية وتريد أن تلزم الله بأن يدخلك الجنة بهذا الاعتبار، هذا لا يمكن، أمر واضح البطلان. كيف لا يعرف إبراهيم مثل هذا؟ إبراهيم الذي هو سيد أنبياء الله بعد نبينا صلى الله عليه وآله. ثم ما هذا المنطق أساسا؟ شنو معنى أنه إبراهيم يقول لله جل وعلا أنه لا تدخل أبي النار لأنك وعدتني ألا تخزيني يوم القيامة، لا تخزيني يوم يبعثون؟ إذا أدخل أبوه النار أو عمه على ما نقول، فهل معنى ذلك أن الله عز وجل قد أخزاه؟ أي ملازمة بين الأمرين؟ أي ربط بين الأمرين؟ إذا كان الأمر هكذا، إذن الله عز وجل قد أخزى نوحا عليه السلام لأنه يدخل ابنه العاصي في النار. إذا كان الأمر هكذا، فإذن الله أخزى نبيه وسيد رسله محمدا صلى الله عليه وآله لأنه يدخل عمه أبا لهب في النار. هذا لا يقوله من عرف، من تذوق الإيمان. لا يدخل الخزي على النبي أو على الوصي لأن أحدا من أقاربه قد أدخل النار، سيما في يوم القيامة. يعني هنالك المعايير والقواعد في يوم القيامة تختلف عن المعايير والقواعد عندنا في الدنيا. النبي صلى الله عليه وآله مثلا
لم يعترض على الله عز وجل في الدنيا لأنه أخزى أبا لهب وأنزل تلك السورة في ذمه وفي تقريعه، وثبت ذلك في القرآن الذي يتلى آناء الليل وأطراف النهار. ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وآله اعترض وقال: إلهي لماذا تخزيني في عمي؟ فإذا كان النبي يفهم ذلك في الدنيا، فكيف لا يفهمه في الآخرة حيث تنقطع الأنساب؟ كيف لا يفهم هذا؟ لا يقولن قائل إن نبينا صلى الله عليه وآله قال ما مضمونه إنه كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. نقول نعم هذا صحيح، ولكن مع شرط الإيمان. النبي هنا يشفع لمن؟ لمن هم من نسبه وسببه وكانوا مؤمنين لكن عنده بعض المعاصي. النبي صلى الله عليه وآله يشفع لهؤلاء المؤمنين المخطئين الذين أخطأوا وارتكبوا بعض الذنوب والآثام، فالله عز وجل بشفاعة نبيه صلى الله عليه وآله يرحم هؤلاء ويدخلهم الجنة. المهم أنه يكون مؤمن، مو أنه يشفع للمشرك، يشفع للكافر لأنه من نسبه أو سببه. هذا لا يقوله مسلم. فإذا هذا المفهوم لا يفهمه حتى إبراهيم. أيعقل هذا؟ وإبراهيم هو من هو؟ خليل الرحمن. هذه لوحدها كافية في رد الحديث، لكننا مع القطع قطع النظر عن ذلك، أصلا نترك هذا البحث جانبا وكأنه ليس دليلا في رد هذا الحديث. نقول إن كلام إبراهيم المزعوم هنا في رواية أبي هريرة في صحيح البخاري يصادم كتاب الله تبارك وتعالى بشكل صريح. تسألني أين؟ أقول لك اقرأ في سورة التوبة. الله عز وجل يحكي شأن إبراهيم مع أبيه، فماذا يقول؟ يقول جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فشوف الاستغفار الشفاعة لأولي القربى، شفاعة الأنبياء لأولي قرباهم، شرطها ماذا؟ الإيمان، أن يكون أولو القربى هؤلاء مؤمنين، وإلا إذا كانوا مشركين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بعدما يتبين للأنبياء أنه أولو قرباهم، بعض أولي قرباهم هم من أصحاب الجحيم، هم مشركون، لا يحق لهم أن يستغفروا لهم. ثم يقول عز من قائل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه. هنا لاحظ: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. كان قد وعده بأن يستغفر له الله عز وجل، وهنا يجب الوفاء بالوعد شرعا. فلما تبين له، أي لإبراهيم، أنه عدو لله، لما تبين لإبراهيم أن أباه ماذا؟ عدو لله، تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. هذه الآية ماذا تثبت؟ تثبت أن إبراهيم قد تبرأ من أبيه هذا الذي هو في الواقع عمه، تبرأ منه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، خلص قطع العلاقة معه نهائيا. فبعد هذا يقال أن إبراهيم عليه السلام يوم القيامة
يوم يبعثون، يعترض على أن هذا الذي تبرأ منه في دار الدنيا فكيف بالآخرة، وهو يراه قد تبين له أنه من أصحاب الجحيم، يراه أنهم يأخذونه إلى الجحيم، يعترض على الله عز وجل ويقول: لماذا تخزيني يا رب بأن تضع أبي في جهنم؟ فهذه الرواية عن أبي هريرة واضحة البطلان، واضح أنها مكذوبة على النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، لأنها تصادم كتاب الله الذي أثبت أن إبراهيم قد تبرأ من أبيه هذا الكافر هذا المشرك، تبرأ منه، قطع العلاقة معه، وحين تبرأ منه لم يعترض ويقول: إلهي هذا خزي لي فلماذا أتبرأ منه؟ بالعكس، إبراهيم كان مبدئيا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذه القاعدة، النبي لا يحابي في دين الله عز وجل أحدا وإن كان من أولي قرباه، المسألة واضحة، ولا يجوز له أن يستغفر لهؤلاء ولا يجوز أن يطلب الجنة لهؤلاء، لا يجوز. وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هذه الآية أو هاتان الآيتان الكريمتان يصادمها تماما حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري، والذي زعم فيه على لسان النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يلقى إبراهيم أباه فيقول: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. هذا نموذج واحد من نماذج شتى وأمثلة شتى لأكاذيب أبي هريرة على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وكل منصف، كل عاقل، كل من قرأ كتاب الله تبارك وتعالى وفهمه يعلم بأن هذه أكذوبة، هذه كذبة من أكاذيب أبي هريرة من كيسه. وبهذا يثبت كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله: أبو هريرة وأنس بن مالك وعائشة. هذه الليلة نحن تناولنا أبا هريرة وذكرنا كذبة من كذباته. في الليلة المقبلة إن شاء الله تعالى نتناول الكذاب الثاني أنس بن مالك، وأيضا نعرض كذبة من كذباته أخرجها البخاري ومسلم. وفي الليلة الثالثة إن شاء الله تعالى نعرض كذبة من أكاذيب عائشة كذلك مما أخرجه أهل الخلاف. المهم هنا أن هذه دعوة في شهر رمضان المبارك لأبناء الأمة الإسلامية أن يعملوا عقولهم ويتفكروا ويتدبروا، وأن لا يقبلوا كل حديث أخرجه البخاري ومسلم سيما عن هؤلاء الكذابين أبي هريرة وأنس بن مالك وعائشة، وهم من المكثرين الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، بل لا بد من التمحيص، لا بد من التدقيق، لا بد من المراجعة، لا بد من نقد الأحاديث جيدا. وهذا لا يتم إلا على منهج شيعة أهل البيت عليهم السلام، الذين كما بينا لهم أصول وقواعد في هذا الشأن تجعلهم يتوصلون إلى ما ينبغي التمسك به من الأحاديث الشريفة وما ينبغي الإعراض عنه. تفضل. أحسنت سماحة الشيخ وطيب الله أنفاسكم، ومني ومنك لي للبكريون
نقول لهم أبو هريرة كاذب، وهذه حديث أبو هريرة الكذب، دافعوا عن أبو هريرة والمجال مفتوح لكم. عبد الزهرة من بريطانيا، السلام عليكم. حياك الله، الله وحيا يحييك. الله الشيخ الحبيب، الله يبارك أستاذ فيك، المذهب. حياك الله. حقيقة عندي أكثر من سؤال أرجو أن توفقهم حياك إن الله. سمحت الشيخ الكبير. إن شاء الله إن شاء الله. السؤال الأول، اطلعت على مذكرات مستر هنظر وزير المستعمرات البريطانية اليهود الديانة الذي جلب ألعاب محمد بن عبد الوهاب وكون له الفرقة، يعني هذه الضالة التي تعمل ضد الإسلام. هل هذه المذكرات صحيحة؟ وإن اليهود هم أنشئوا الفرقة الوهابية، وبما أن اليهود أنشئوا الفرقة الوهابية، هل أن الوهابية يعني أبناء أخت اليهود وهم كفرة؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، لدينا في العشائر العربية الأصيلة أن من يكنى باسمه أمه هو فقط ابن الزنا واللقيط. فابن تيمية يكنى باسم أمه، هل أمه كانت مشهورة بالزنا؟ هذا السؤال آخر ثاني. السؤال الثالث، بما أن خونة السقيفة وأصحاب أول انقلاب بعثي أبا بكر وعمر وعثمان عليهم لعائن الله، الشيخ يكنيهم بالخلفاء غير الشرعيين، وأنا أود أن أصحح أو أضيف معلومة للشيخ، هم ليسوا خلفاء غير شرعيين بل رؤساء حكومات، يعني كعبد السلام عارف، أبو بكر كعبد السلام عارف، أصحاب بعد الانقلاب كان عبد السلام عارف أول رئيس وزراء، وعمر كعبد الرحمن عارف، وعثمان كأحمد حسن البكر. نتمنى أن يكون أو تسميتهم بالمستقبل رئيس الوزراء أبو بكر، ورئيس الوزراء عمر، ورئيس الوزراء الثالث، يعني حتى لا يدنسون كلمة الخليفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت بارك الله فيك. الإخوان العراقيين مساكين متعقدين من كلمة رئيس وزراء، لأنه كل مكان قاعد يظلمهم رئيس الوزراء، فيبون يطلقون لقب رئيس الوزراء على أبو بكر وعمر. مكي أبو الشهيد من البحرين، السلام عليكم. السلام عليكم مكي. عليكم السلام، أهلا وسهلا بك، حياك الله، صبحكم الله بالخير، وتحياتي لفضيلة الشيخ. الله بالخير والعافية، الله يحييك إن شاء الله. أخي أنا عندي سؤالين. تفضل. حياكم الله وبياكم الله يسلمكم. السؤال الأول، أن يقولون أن مثلا أبو بكر خليفة لرسول الله، باصطلاحنا الحالي إحنا يقولون اليوم ولي عهد، سابقا كان يسمونه خليفة، فما في عندنا، ما في عندهم دليل أن في حديث فلان خليفتي، الخليفة يعين أو ولي العهد يعين إلا هو من النبي نفسه. لما يقولون أن أبو بكر خليفة لرسول الله، خلي يجيبون لنا حديث أن في فلان ولي عهدي. هذا واحد. السؤال اللي أزيد، اللي أهم، اللي أهم، أن المسلمين كلهم بما فيهم الصحابة. اي نعم مكي، الله يخليك. لا تسمع لنا من التلفزيون، الله يخليك، تسمعنا من الهاتف، لأن قاعد ننتظر إن شاء الله. انزل. تفضل. اي نعم. المسلمين كلهم نعم رأوا النبي شلون يتوضأ إلى الصلاة. نعم نعم. ورأوا النبي كيفيته في الصلاة. نعم. فهم يقولون خل المسلمين كلهم شافوا بالأجمع أي واحد والنبي نفسه يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. فالصلاة واحدة. نعم. ما يحتاج إلى حديث ولا شيء. نعم. وأي واحد يغير صلاة رسول الله معناه خالف، فهذا أبسط شيء. نعم. فخلي الآن المسلمين كلهم ليش اختلفوا في الصلاة؟ معناه في واحد حق والبقية باطل. نعم. هذا اللي بغيت أقوله.
أحسنت، هذه مداخلة أنا أعتبرها مو سؤال أخينا عمكي. إيه مشكور حبيبي، بارك الله فيك ومشكور على اتصالك، رحم الله والدينك. ناخذ أميرة، أميرة مجيد من لندن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحب أسلم على الشيخ مان ياسر الحبيب. نعم، لو سمحتي بس اخفضي على التلفزيون قليلا. نعم. وخليك معي على الهاتف. شلونكم؟ رمضان كريم إن شاء الله. علينا وعليك بالصحة والعافية إن شاء الله. الله يخليك عزيزي. أحب أسمع أنه أخبار شيخنا ياسر الحبيب إن شاء الله صحته زينة. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله والشكر. أنا عندي سؤال أسأل، أنه الحمد لله بخير، الحمد لله بركات دعواتكم، على مود أنه يعني يباشر بالمستقلة، ليش ما يهاجمهم؟ لأنه الشيخ حامد، يعني حامد الرباعي، ما قاعد يقدر يجاوبهم أي شيء، لأن يهاجمون الشيعة. نعم. فأحب أنه يشارك الشيخ مانا. إن شاء الله إن شاء الله. حتى لو على التليفون. نعم. تسلم، شكرا جزيلا. حياك الله، مشكور على اقتراحك إن شاء الله. وراح نحوله على الشيخ بعد البرنامج ونشوف شنو يقول عنه. الأخت حوراء، سلام الله على الحوراء من الإمارات، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي أختي. كيف حالكم أخ عبد الله؟ الله يخليك، حياك الله. عندي كم سؤال للشيخ. تفضلي. السؤال الأول، بعد هلاك عثمان كيف اجتمع أمر الأمة على بيعة الإمام علي عليه السلام؟ هل كانوا شيعته اللي بدأوا بالبيعة مثلا محمد بن أبي بكر أو عمار بن ياسر، أم أن طلحة والزبير هم اللي بدأوا البيعة؟ وهل أعرض الإمام عن البيعة في البداية؟ وإذا كان كذلك فشو الحكمة من هذا الأمر؟ نعم. وهل يمكن اعتبار أن الزبير كان في البداية شيعي وبعدين أصبح ناصبي؟ نعم. السؤال الثاني، في قصة أسماء بنت النعمان. نعم. اللي طلقها النبي صلى الله عليه وآله بعد ما استعاذت منه. نعم. السؤال، شو الحكمة من هذا الطلاق، وليش النبي ما أرجعها بعدين، بالذات لما انعرف أن هي انخدعت؟ وأيضا في قصة حفصة بنت عبد الرحمن بن أبو بكر، اللي يعني مروي ان الامام الحسن تزوجها، فهل هذا الكلام صحيح وهل طلقها بعدين؟ نعم، هذا هو، شكرا. احسنت احسنت، بارك الله فيك. ناخذ ابو ياسين من المانيا. السلام عليكم ابو ياسين. السلام عليكم. الو. السلام عليكم ابو ياسين. عليكم السلام. اسلم عليك اخ عبد الله. هلا والله. الشيخ الجليل ياسر حبيب. وعليكم السلام ورحمة الله، تقبل الله اعمالكم. عليكم السلام ورحمة الله. انا عندي كم سؤال ومداخلة، يعني هاي اختراع. اي تفضل. ان شاء الله شهر مبارك رمضان يخلص على كل مؤمن وصايم بخير وسعادة إن شاء الله، مثل ما خلص ندري يجي عيد الفطر، وعلى كل صايم هم لازم هالفطر يدفع له فطرية. نعم. وسؤالي من الشيخ، هل يصير هالفطرية هاي يدعي كل الإخوان اللي يحبون هاي القناة فطريتهم يتبرعون هالقناة فدك؟ نعم. فإذا يصير هيك هم يضم صوته على صوتي و وندفع عن كل الفطريات نحن الغلات، انت برع بالغلات فدك. نعم. وسؤالي عيني عن آية القرآن اللي يقول سبحانه وتعالى، احنا نزلنا الذكر واحنا له حافظون. نعم. هل حفاظة القرآن هي تكوينية لو تشريحية؟
كما البكرية يزعمون يقولون هذا تكوينية، وإذا مثلا سامي اليمة جاية في القرآن إن شاء الله هم حفظهم. نعم. وهنا يصير عن أمم السابقة قبل الإسلام هم شاي يحجون على الله يقول ليش ما رب العالمين حفظ كتابنا إحنا هم تكويني. نعم. وشكرا وايد ممنونين منك. نعم. جزاكم الله خيرا في أمان الله. أحسنت، بارك الله فيك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. اخوان ناخذ نجاوب على الاسئله احسن. نعم. بالبدايه سمحت الشيخ، هل الذي يكنى بامه يكون ابن زنا؟ لان ابن تيميه يكنى باسم امه، فهل هو ابن زنا؟ يعني ليس بالضرورة أن يكون كل من يكنى بأمه أنه ابن زنا، وإن كانت العادة هكذا. فمثلا نحن لدينا مثلا محمد بن الحنفية يكنى عادة بأمه، ولكنه ليس ابنا من الزنا. ولكن فيما يتصل بابن تيمية بالذات فالظاهر أنه ابن زنا لنصبه، وتكنيته بالأم قرينة على ثبوت هذا الأمر في حقه. هذا أمر ينبغي أن يلاحظ. أما الملاحظة التي وجهها الأخ الكريم حينما عبرنا عن أبي بكر وعمر وعثمان بالخلفاء غير الشرعيين، أولا إذا لاحظ الأخ الكريم نحن عادة نعبر عنهم بالطغاة، نقول الطاغية الأول الطاغية الثاني، وكذلك نعبر عنهم بالحكام، ولكن ولا نستحل أن نعبر عنهم بالخلفاء كما يصنعه بعض الحمقى حينما يقول الخليفة الأول خليفة الثاني ومن أشبه. وليس كلهم حمقى بطبيعة الحال، أن بعضهم سذج أو غير ملتفت إلى حرمة التعبير عنهم بهذا التعبير. ولكن قولنا خلفاء غير شرعيين هذا لا غبار عليه. لماذا؟ لما يقال هذا خليفة غير شرعي، ما هو المعنى من ذلك؟ أنه ادعى خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وليس هو بخليفة حقا، ولذلك يقال غير شرعي. لاحظتم المسألة؟ عينا مثل ما الآن فلنفترض أنه هنالك أمير شرعي مثلا أو حاكم شرعي، فيأتي شخص آخر ويزاحمه أو يقوم بانقلاب ويزيح هذا الأمير أو الحاكم الشرعي، فالثاني يقال له ماذا؟ الأمير غير الشرعي، الحاكم غير الشرعي، الملك غير الشرعي، وهكذا. فكلمة غير الشرعي تسلب منه الصفة الأولى، تسلب منه صفة أنه ملك فعلا أو حقا، تسلب منه صفة أنه أمير حقا، تسلب منه صفة أنه حاكم حقا. ولكن لأنه يتلبس بذلك أي يزعمه يدعيه كأمر واقع فإنه يسمى هكذا. فقولنا إن أبا بكر خليفة غير شرعي أي أنه ذلك الذي فرض نفسه، قام بانقلاب في سقيفة بني ساعدة وأزاح الخليفة الشرعي وهو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ولي عهد النبي الشرعي، وزعم أنه هو الخليفة وهو خليفة غير شرعي. عينا مثل ما الآن نحن نأخذ هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله في صحيح البخاري، ونحن ماذا نسميه؟ نسميه حديثا باطلا، حديثا مكذوبا، مع أنه بالأصل ليس بحديث، لأنه اصطلاح الحديث ما هو عندنا؟ يعني إذا أردنا أن ندقق فنقول الحديث هو ما نما إلى النبي صلى الله عليه وآله، وحيث أننا نعتقد بأن هذا كذب على النبي فكيف يكون حديثا أصلا؟ كيف يكون حديثا؟ فلماذا نسميه حديثا؟ نقول حديث مكذوب، حديث موضوع. كذلك حينما مثلا نأتي لآية من الآيات التي هي آيات مزعومة كآية رضاع الكبير مثلا التي زعمتها عائشة، وهذا موجود في صحيح البخاري،
أن عائشة تقول كان من جملة القرآن آية عشر رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نسخت هذه الآية بآية أخرى خمس معلومات يحرمنا على زعمها. شوف حينما نعبر نقول هكذا آية مزعومة آية مكذوبة، مع أننا نعتقد بأنها ليست بآية أصلا، ليست بآية فعلا، لم تأتي أصلا في كتاب الله عز وجل، ولم ينزل الله عز وجل هكذا آية. فالمسألة عبارة عن تعبير فقط، والمهم أن لا يكون عليه إشكال شرعا. أحسنت سماحة الشيخ. بالبداية الأخ عبد الزهر أهم كان عنده مداخلة وسؤال، وأنا طوفته وأعطيتك السؤال الثاني. يقول أن الاستعمار البريطاني هو الذي أدخل محمد عبد الوهاب والفرقة الوهابية إلى الجزيرة العربية، فهل بما أن الاستعمار هو كان يهوديا، فهل أنشأوا الفرقة الوهابية هم من اليهود، وهل يعتبرون إخوانا لهم لأنهم الذي أنشأوهم ونفس المعتقدات ونفس الهدف؟ يعني هذا ما ورد في مذكرات هنفر، وهذا ما هو يعني معروف بملاحظة تاريخ الاستعمار البريطاني، أنه الاستعمار البريطاني أسس ثلاثة فرق هدفها ضرب الإسلام من الداخل. الفرقة الأولى كانت الوهابية بزعامة محمد ابن عبد الوهاب. الفرقة الثانية كانت القاديانية التي تسمى اليوم الأحمدية، وادعى زعيمها المهدوية وهو ميرزا غلام أحمد في الهند. والفرقة الثالثة هي البابية بزعامة علي محمد الباب، وهذه الفرقة ظهرت في شيراز، وثم تفرعت منها الفرقة أو الدين البهائي، الديانة البهائية التي هي منتشرة اليوم في أوساط العجم. فالديانة الأولى كانت موجهة للعرب وهي الوهابية، الديانة الثانية كانت موجهة للهنود وهي القاديانية، الديانة الثالثة كانت موجهة للعجم للفرس وهي البابية والبهائية. وهذا أمر طبيعي، يعني أنه تحدث هنالك تدخلات من أجل تحطيم الإسلام بصنع نسخ مزورة بديلة عنه، وينفخ فيها الاستعمار بنحو أو بآخر حتى تنتشر. هذا أمر صنعه الاستعمار سواء في البلاد العربية أو البلاد الهندية أو البلاد الأعجمية، وما زال يصنعه حتى في بعض بلاد الغربية. يعني نحن الآن بدأنا الآن نلاحظ تشكل إسلام جديد وتشيع آخر، أيضا تشيع جديد له صبغة أمريكية، له صبغة غربية، الآن موجود هذا الشيء، ومعممين أيضا يطرحون أنفسهم يعني بهذا السياق، هذا الإسلام المودرن يعني كما يقولون. على أي حال، ولكن هنا تجدر ملاحظة أنه يعني لم يكن أساس الديانة الوهابية فقط، يعني أو لم تكن جذور هذه الديانة فقط يهودية، وإنما حتى الديانة التي يطلق عليها اليوم كذبا وزورا أهل السنة والجماعة، هذه أثبتنا كذلك في سلسلة محاضراتنا كيف زيف الإسلام، أنها كانت ذات جذور يهودية، وأن يهود ذلك الزمان وخصوصا كعب الأحبار مثلا، و يعني أهل الكتاب جاءت عن طريقهم الإسرائيليات والنصرانيات، ودخلت في التراث الإسلامي عبر من؟ عبر أمثال هؤلاء، تلامذة كعب الأحبار مثلا، أبو هريرة، أنس بن مالك، ابن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، ومعاوية المغيرة بن شعبة. هؤلاء كانوا مجموعة من تلامذة كعب الأحبار الذي استقدمه عمر بن الخطاب وجعله يخطب ويعقد حلقات الدرس والتدريس في مسجد النبي الأكرم
صلى الله عليه وآله، في حين منع بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله عن أن يحدثوا عن نبي الله صلى الله عليه وآله. وكان الغرض هو أن يدس هذه المفاهيم الإسرائيلية في التراث الإسلامي، وإلى الآن عندنا مشكلة، حتى أهل الخلاف يعترفون بها، وخصوصا في باب التفسير، مشكلة هذه الأحاديث التي تسمى أحاديث إسرائيلية. من هنا مثلا نشأت عقيدة التجسيم عند أهل الخلاف، تجسيم الله تبارك وتعالى. من هنا نشأت عقيدة تفضيل موسى على نبينا صلى الله عليه وآله، باعتبار أن موسى هو نبي اليهود، وجاءت أحاديث في البخاري عن أبي هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وغيره أنه موسى أفضل من نبينا، وأن النبي يقول لا تخيروني على موسى أو لا تفضلوني على موسى، فإن الناس جميعا يصعقون في يوم القيامة إلا موسى. فإذا كانت الديانة الأم، الديانة البكرية الأم، ديانة صنعها اليهود في ذلك الزمان، فماذا عن البنت، الديانة البنت التي هي الديانة الوهابية؟ لا، كله يعني راجع إلى هؤلاء. نعم، سمحت الشيخ، الأخ مكي أبو الشهيد من البحرين بالبداية كانت عنده مداخلة نشكر عليها، ولكن النقطة الثانية كانت سؤال، وهو أن كل الصحابة على حد تعبيرهم، مصطلح الصحابة، رأوا النبي صلى الله عليه وآله كيف يتوضأ وكيف يصلي، وكذلك هناك حديث يقول توضأوا وصلوا كيف ما رأيتمون، في مضمون الحديث توضأوا كيف ما رأيتون يتوضأ، فلماذا هذا الاختلاف، ولماذا اختلفوا بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله باختلافهم بالصلاة واختلافهم بالوضوء؟ هناك شخص على حق وهناك شخص على باطل، فمن هذا هو الذي على الحق، وكيف اختلفوا ولماذا؟ يعني أظنها مداخلة وليست سؤالا كذلك، يعني يراد من خلال هذه المداخلة إثبات أنه لا شك أن هنالك أياد تلاعبت في دين رسول الله تبارك وتعالى، بحيث أن حتى هذه الصلاة التي كانت أكثر ما يكرره النبي يوميا 5 مرات في اليوم يصلي بأصحابه على هذه الصلاة ويؤكد صلوا كما رأيتموني أصلي، حتى هذه الصلاة اختلفوا فيها، فلا شك أنه كانت هنالك أيادي تلاعبت في دين رسول الله صلى الله عليه وآله. الأذان، هذا الأذان وقع فيه اختلاف، وذات مرة كان عندنا محاضرة مفصلة في هذا الشأن. الأهل الخلاف لا يعلمون مقدار الخلافات التي بين مذاهبهم الأربعة، هاي المذاهب الأربعة مالتهم، ما يعرفون، يتصورون الآن الأذان صيغة واحدة، الآن هذا اللي قد تعارفوا عليه الآن، ما يعلمون أنه لا، عندهم أقوال في فقهاء مذاهبهم الأربعة ورجالاتهم، وأنه كل جعل فصول الأذان تختلف عن الآخر. هناك مثلا من جعل الله أكبر، الله أكبر الفصل الأول من الأذان، جعله مثلا 3 مرات مو 4. هناك من ربع الشهادتين، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، جعلها يجب أن تقال 4 مرات مثلا، وهكذا. هنالك من ثلث مثلا حي على الصلاة، حي على الفلاح، اختلافات رهيبة حتى في صيغة الأذان، في فصول الأذان، مع أنه كان أكثر ما يتكرر يوميا طوال 10 سنوات بحضور النبي صلى الله عليه وآله، يرفع بلال بن رباح يرفع الأذان يوميا والجميع يسمعونه، فكيف وقع الاختلاف؟ معنى ذلك أنه بالفعل كانت هنالك أياد قد دخلت في وتلاعبت في دين رسول الله صلى الله عليه وآله. فلا يقال لنا بعد هذا أنه لو كان حقا أن علي عليه السلام هو ولي العهد الشرعي وهو الخليفة الشرعي، فلماذا اختلفوا عليه فيما بعد؟ لماذا وقع الاختلاف؟ نقول إذا وقع الاختلاف حتى في الصلاة، وهي مجرد عبادة يوميا تتكرر، ففي مسألة الإمارة والسلطنة والحكومة لا يقع الاختلاف، مع ما بينهم من حزازات ومع ما بينهم من التكالب على هذه السلطنة والحكومة، كل يريدها لنفسه.
تلك أدعى لأن يقع فيها الخلاف. ومن هنا نحن نحاول أن نثير دفائن العقول، أن ننبه عقول الناس أنه ابحثوا في هذه الخلافات والاختلافات، ولا تستصعبوا شيئا بدعوى أنه لو كان له واقع لما وقع فيه الخلاف. هذا أمر ليس علميا. المنهج العلمي أن الحقيقة بنت الشك، شك في هذا الذي تلقيته أنت من التراث وابحث فيه إلى أن تصل إلى الحقيقة. أحسنت سماحة الشيخ. الأخت حوراء من الإمارات كان عندها سؤال، عندها هلاك عثمان، كيف اجتمعت الأمة على البيعة لأمير المؤمنين وتنصيبه الخليفة الإسلامي؟ ومن بدأ؟ هل هم المغربون من أمير المؤمنين وأصحابه الخلص أم باقي المسلمين؟ وكذلك يرتبط في سؤاله، وهل أعرض أمير المؤمنين بالبداية عن الموافقة عن على البيعة ويعني وافق في النهاية؟ هذا السؤال الأول. لديها سؤالين أو ثلاث أسئلة أخرى. لا بس نبدأ بالسؤال الأول. في واقع الأمر وحسب تحليلي الشخصي، الذي دفع الأمة لأن تبايع عليا صلوات الله عليه بعد الثورة الإسلامية على الطاغية عثمان لعنه الله، مع أن عليا عليه السلام كان من المغضوب عليهم من قبل خط السقيفة ومن والاهم، وكانوا أكثرية الأمة، يعني لا ننكر هذه الحقيقة أن خط السقيفة ومن والاهم كانوا هم الأكثرية. الشيعة الرافضة أي المعارضة الإسلامية منذ يوم السقيفة كانت أقلية، فكيف استطاعت الأقلية أن توصل زعيمها للحكم وتقنع الأكثرية بأن تهرع إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام وتنادي به خليفة وحاكما؟ حسب تحليلي الذي أستظهره من الروايات التاريخية أنه كان ذلك دورا جبارا عظيما قامت به منظمة شرطة الخميس، ولنا محاضرة مفصلة في تبيان معنى شرطة الخميس ومن هم أمير المؤمنين صلوات الله عليه. منذ اليوم الأول من وقوع انقلاب سقيفة بني ساعدة سعى في تأسيس هذه المنظمة شرطة الخميس. الخميس هو الجيش، والشرطة جمع الشارط، يتشارطون على الموت دفاعا عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. من هؤلاء الشرطة كما ذكر في الروايات والآثار الشريفة كان من بينهم سلمان المقداد عمار، ثم توسعت الدائرة في زمان حكم أمير المؤمنين عليه السلام لتشمل 5000 رجل تقريبا على ما ببالي. كان من بينهم مثلا مالك الأشتر، وكان من بينهم ميثم التمار، وكان من بينهم أويس القرني، وكان من بينهم الأصبغ بن نباتة، وكان من أعظم أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. هؤلاء تشارطوا على الموت دفاعا عن الخليفة الشرعي وسعيا لتثبيت حكمه. هؤلاء إذا لاحظنا جيدا كان لهم الدور البارز في الثورة على عثمان، ثم في الفترة التي تلت هلاك عثمان ومقتله كان لهم الدور البارز في إلفات الأمة إلى ضرورة أن تبايع الخليفة الشرعي. في واقع الحال أقنعوهم، جرت مفاوضات ومناقشات في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وفي محيط المسجد، إلى أن اضطر أمثال طلحة والزبير أن يبايعوا عليا عليه السلام وهم كارهون لذلك، لكن مو مجبورون، يعني طوعا واختيارا ولكن خلاف رغبتهم، كان كل منهما يريد أن يكون هو الحاكم. ظن أنه إذا بايع عليا فإن عليا سيقدر لهم هذا الموقف
وسيمنح كلا منهما ولاية، يعطي للزبير ولاية الكوفة ويعطي لطلحة ولاية البصرة. لما وجدوا أن أمير المؤمنين عليه السلام عزلهما عن ذلك أو لم يتح لهما التولي، ما أعطاهم شيء، اعتبروا ذلك نوعا من نكران الجميل، فلذلك تحالفوا مع عائشة في الطلب بثارات عثمان وثاروا على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من جديد. ففي واقع الأمر الذي قام بالدور البارز في هذا الشأن كان منظمة شرطة الخميس، وما أحوجنا اليوم إلى مثل هذه المنظمة، وإن شاء الله نوفق لتأسيسها. الشاهد هو هذا، قلنا أنه محاضرة مفصلة لدينا بعنوان شرطة الخميس، إذا أرادت الأخت المكرمة فلترجع إليها وتسمعها إلى الآخر. الشاهد هو هذا، أنه الذين بايعوا علياً بجهد من شرطة الخميس حين تمددوا في الأمة واستطاعوا أن يعيدوها شيئا ما إلى قبول علي، لأنها كانت ترفض عليا، خلاص كان علي خلاص بعد أخرجوه من الدائرة نهائيا، يعني قريش التي استولت على السلطة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله خلاص وضعت إكس على علي، علي بعد ما إلى مجال، ما إلى دور أبدا، فلذلك ظل في بيته. فهذا الدور الذي قامت به هذه المنظمة كان ينبني في واقع الأمر على ما تعتقده تلك الأكثرية، وهذا لا يمكن أن نسميه نقصا أو قصورا، أنا إلى الآن متوقف في شأنها أنه كيف يمكن تفسيره، لأن الذين بايعوا عليا صلوات الله عليه، هذه الأكثرية مو الأقلية، شرطة الخميس والرافضة ومن والاهم، هؤلاء بايعوا عليا على ماذا؟ على أنه إمام معصوم وهو الخليفة الشرعي، وسبقت بيعتهم أساسا، واحد مثل محمد بن أبي بكر كان قد بايع عليا أصلا قبل هذه الأحداث، ولكن بعدما أمير المؤمنين عليه السلام صار حاكما أي تولى بالفعل مقاليد السلطة بعد هلاك الطاغية عثمان، جاء محمد بن أبي بكر وقال لأمير المؤمنين أريد أن أجدد بيعتي، قال له أو ما فعلت؟ قال بلى، ولكن أبسط يدك يا أمير المؤمنين عليه السلام أريد أن أجدد بيعتي، مضمون الحديث. فبسط أمير المؤمنين عليه السلام يده فصفق عليها محمد بن أبي بكر وقال له أبايعك على أنك إمام مفترض طاعته وأن أبي في النار، أبايعك على الولاية لك والبراءة من أبي بكر بن أبي قحافة. فأمثال هؤلاء كانوا يعرفون وكانوا مبايعين أمير المؤمنين عليه السلام منذ زمن، هؤلاء بايعوا عليا على أنه إمام معصوم خليفة الله على أرضه، حجة الله على أرضه، هاي الأقلية كانت. ولكن الأكثرية بايعت عليا على ماذا؟ بايعت عليا على أنه خليفة مثل خلفاء أبي بكر وعمر وعثمان على حد اعتقادهم، يعني في طريق هذه الخلافة، خلافة السقيفة، بايعوا على أساس أنه شورى مو على أساس أنه معصوم وأنه إمام وحجة الله على خلقه، بايعوه كما أنبأتنا الروايات على ما بايعوا عليه الخلفاء والولاة قبله، هذا هو ما هو موجود في الآثار. ولذلك نحن نلاحظ أن أمير المؤمنين عليه السلام كان في واقع الحال أحيانا يتقي من هؤلاء، وهذه مسألة لعلي المرة الأولى أنقلها، أنه كيف يكون حاكما وهو يتقي؟ نعم يتقي لأنهم هؤلاء أكثرية، ولذلك كان عنده حديث أنه لو أنا بحت ببعض الأمور وتحدث ببعض الأمور لانتقض علي معظم أهل عسكري، مضمون الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فكان يعطل بيان بعض الحقائق من بينها أنه هو أصلا ولي الله وحجة الله على خلقه، كان يعطل أحيانا بعض هذه الأمور، كان يعطل بعض جوانب بيان مسألة البراءة ممن تقدمه، لكن في نهايات حكمه صلوات الله عليه وبعدما جرت الحروب الثلاث، الجمل، صفين، النهروان، بدأ أمير المؤمنين يكشف الحقائق أكثر فأكثر للناس، بدأ يبين، لأنه بعد خلص علم بأنه هؤلاء لن يستعين بهم، ليست هنالك حرب إضافية وسينقضي الأمر، فلم يكن مهما عنده أن ينتقد عليه أهل عسكره.
ليس مهما. بدأ أمير المؤمنين عليه السلام يكشف الحقائق، كان يصعد المنبر يطعن في أبي بكر وعمر وعثمان بصراحة، يطعن في عائشة بصراحة، يبين أنه حجة الله على خلقه، وهذا موجود أيضا في نهج البلاغة، خطبة الشقشقية وغيرها، هذه كلها كانت في المراحل المتأخرة من حياة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وهذا كتاب سليم بن قيس أيضا يحكي لنا تلك التفاصيل، وكيف أنه لما أمير المؤمنين كان يبين بعض هذه الحقائق كان يظهر الوجوم في وجوه الناس، في وجوه الحاضرين، وكانوا يمتعضون من طعنه في أبي بكر، في عمر، في عائشة، ولكن مع إصرار أمير المؤمنين عليه السلام يقول سليم بن قيس ذهب شك عامتهم واستبصروا مضمون الحديث الموجود في كتاب سليم بن قيس الهلالي رضوان الله تعالى عليه. فعلينا أن نلاحظ الأحداث كلها ونربطها بهذا الشأن، والمسألة تحتاج إلى تحليل تاريخي دقيق. أما أنه لماذا أمير المؤمنين عليه السلام رفض بيعتهم في البداية، هذه أيضا مسألة جديرة بالالتفات، وهي ترجع إلى هذا التحليل الذي ذكرناه. أمير المؤمنين عليه السلام كان يفضل أن يبايع مع الاعتقاد بحقيقته بأنه إمام معصوم حجة لله على خلقه وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، مو مثل أبو بكر وعمر وهذولا. فلذلك كره بيعتهم التي ألزموه بها على نحو ما بايعوا من كان قبله. هذا ما يفسر قول أمير المؤمنين عليه السلام لعلي أكون أطوعكم وأنا لكم وزيرا خير لي منكم أميرا. بالفعل، لأنه إذا أردتم أن تبايعوني على ما بايعتم من كان قبلي، معنى ذلك أنه لن تتعاملوا معي على أني إمام معصوم مفترض طاعته، فلذلك تعترضون علي في الطالعة والنازلة، مثل ما كنتم تعتبرون أنه لكم الحق أن تعترضوا على عثمان أو عمر أو أبي بكر أو من أشبه، يعني باعتبار أنهم هذولا مو معصومين. وبالفعل اعترضوا على أمير المؤمنين عليه السلام، وإلا معركة النهروان شلون صارت؟ هو مو كانوا في جيش هؤلاء الخوارج؟ ماذا كانوا؟ كانوا محسوبين على صف جندي علي عليه السلام، كانوا ضمن عسكرة ضمن جنده. كيف تمردوا عليه وقالوا له لا حكم إلا لله؟ أولا أجبروه لما رفعت المصاحف من قبل معاوية وعمر بن العاص، أجبروه على أن يوقف الحرب. أمير المؤمنين كان يأمر بمواصلة القتال، وهم يعارضون أمير المؤمنين عليه السلام ويطلبون إيقاف الحرب، وقالوا إن لم توقفها نقتلك أصلا، مثل ما قتلنا عثمان. ثم بعد ذلك لما قبل بالتحكيم بناء على رغبتهم كفروه أيضا، لأنه حكم في دين الله بحد زعمهم، وخرجوا عليه في النهروان وصارت فرقة الخوارج. هذا التمرد منهم على أمير المؤمنين كيف حصل؟ لأنهم ما كانوا شيعة، ما كانوا رافضة، ما كانت بيعتهم لأمير المؤمنين على أنها بيعة المكلف لإمامه المعصوم الذي يكفر إذا ما خالفه، إذا ما لم يطعه. ما كانت هكذا بيعتهم، كانت بيعتهم بيعة بكرية، بيعة بكرية لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. لذلك كانوا يتعاملون معه على أنه رجل عادي، إيه مجرد خليفة نحترمه شيئا ما، ولكن إذا خالفنا لن الحق أن نخالفه، لن الحق بأن نعارضه، لن الحق بأن نتمرد عليه، بل أن نقتله إذا شئنا كما قتلنا عثمان. هذه البيعة كان يكرهها علي عليه السلام، ولذلك كان يقول ترى أنا خير في هذه البيعة، خير أنا لكم وزيرا من أن أكون أميرا، لأنه إذا صرت أمير بعد شوفوا على بيعتكم تلك فسألزمكم وسأقاتلكم مثل ما قاتلهم في النهروان وفي غيرها. فهنا هذا الذي يفسر رفض أمير المؤمنين عليه السلام للبيعة في بادئ الأمر، ولكن لما ألزموه وكان لابد من أن ينهض بالأمر، لأن أمير المؤمنين عليه السلام يقول ولا بد للناس من أمير برا كان أو فاجرا، لابد من نظم الوضع، فقدم أمير المؤمنين عليه السلام تضحية في الواقع وقبل هذه البيعة التي ما كان راغبا بها.
فرفضه إياها لا يكشف عن أنه لا يرى نفسه كما يقول حمقى أهل الخلاف أنه ما كان يرى نفسه أنه إمام معصوم، وإلا كيف الإمام المعصوم يرفض أن يتولى الأمر؟ كلا، أكو الشرط. هذا مثل شخص يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا أبايعك وأنزل على حكمك ولكن لا على أنك نبي الله، مثل ما بايعوا يوسف الصديق عليه السلام. يعني أهل مصر على ماذا كانوا يتعاملون مع يوسف؟ كانوا يتعاملون معه على أنه مجرد حاكم. القلة منهم كانوا يعتقدون أنه هذا نبي الله، البقية كانوا يعتبرونه أنه هذا حاكم ووزير فرعون يعني فقط لا أكثر، وزير يعني مثل عزيز مصر هكذا، هكذا كانوا يتعاملون معه. أما أنه هذا يكون نبي الله الذي يوحى إليه، لم يكن الأمر هكذا. فعلي عليه السلام إنما رفض لهذا الشأن، لهذه العلة. نعم. السؤال الثاني للأخت كان: هل زبير كان يوما من الأيام شيعي ثم انقلب؟ نعم، هو هذا الرجل كان شيعيا إلى أن شب ولده المشؤوم عبد الله الذي أمه أسماء بنت أبي بكر وخالته عائشة، فارتضع من أمه أسماء وخالته عائشة رضاع الكبير، ارتضع بغض علي صلوات الله عليه، ثم نقل هذا البغض للزبير بن العوام الذي هو ابن عمة علي والنبي صلى الله عليه وآله، وقلب أباه وجعله ناصبا فيما بعد. هذا أمر ذكرته الروايات الشريفة. نعم. السؤال الثالث حول أسماء بنت النعمان عندما طلقها النبي صلى الله عليه وآله، بالقصة المعروفة التي ذكرتها سماحة الشيخ عندما أوصتها عائشة وحفصة بأن تقول النبي أنه يحب أن تقولين له أعوذ بالله منك، فعندما طلقها النبي صلى الله عليه وآله لماذا لم يرجعها بعدما عرف ما السبب من وراء قولها هذا القول؟ لابد من الالتزام بأن المرأة كانت تستحق هذا التطليق سواء لهذا السبب أو لغيره، وأنها ما كانت مؤهلة لأن يستمر زواجها بالنبي صلى الله عليه وآله، ولا أقل من أنها إذا كانت هكذا تنخدع بكل سهولة، فمعنى ذلك أنه يمكن أن يخدعها أعداء النبي فيما بعد بسهولة لكي ترتكب جرائم في حق النبي صلى الله عليه وآله، أو تفشي أسراره، أو تتجسس عليه، أو ما هنالك، فهذا يجعلها غير مستقرة الإيمان، وهي بذلك لا تكون مؤهلة لاستمرار عقد زواجها مع النبي صلى الله عليه وآله، لذلك طلقها. نعم، أحيانا النبي يستبقي امرأة منافقة كعائشة أو حفصة أو أم حبيبة أو من أشبه، يستبقيهن لأن الله تعالى يأمره باستبقائهن لحكمته في ابتلاء الأمة. أما هذه المرأة فيبدو أنها كانت إلى السذاجة والحمق أكثر، ولذلك ما كان يتأتى منها أن تقوم بأدوار تبتلى بها الأمة بسببها، فلذا يكون الأمر واضحا وأنه لا بد من تطليقها. هذا هو تحليلنا لهذا الموضوع. في كل الأحوال لا بد من الالتزام كما قلنا، ما دام النبي صلى الله عليه وآله قد طلقها لا بد من الالتزام بأن الحكمة كانت في ذلك. أحسن سماحة الشيخ. قبل لا نأخذ السؤال الرابع للأخت وكذلك سؤال بياسين ألمانيا، نأخذ اتصال من الأخ أبو حسن من الجزائر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحوالكم ورمضانكم كريم. حياك الله علينا وعليك إن شاء الله. إن شاء الله. أنا كنت طرحت من يومين سؤال الظاهر أنه ما نفهم مليح منك. نعم. ممكن أطرحه من جديد؟ ما يخالف، مو مشكلة.
كنت سؤالي كان هل كان مقصود في حديث هل كنت منزلة في هارون من موسى، هل كان يقصد أن الأئمة لازم تكون من علي وذريته مثل ما هو في الحال في اليهودية، يعني الأحبار لازم يكون من الحاخامات لازم تكون من هارون من ذرية هارون؟ نعم. وعندي قصيدة قصيرة لو تسمح يعني عليكم. نعم نعم. إذا كان ممكن. نعم. ممكن؟ تفضل. شيء يتفضلك شكرا. أقول فيها قال الثاني اتركوه إنه يهجر لا تجيبوا له قرطاس ولا قلم يسطر، أنا كنت مستني الغدر لكن بهذه السرعة لا يا خبر، بفلتة نصب نفس الأول والثاني ونفس والثالث بالغزل، وأنا صاحب حق قاعد صابر أنظر بالنظر، خايف على رسالة أخي ابن عمي تنظفر، وزوجتي ذمحها على خدها تنهمر لفقدان أبيها خير البشر، أخذوا فدك وما اكتفوا بقول الزور والمكر وبين فك الباب، عثروا بضعة الحبيب الأغر وأسقطوا جنينها يا قوم الغجر، شيخ ياسر الحبيب بإظهار الحق قلب فطر، ولبقاء قناة فدك على الدرب مستمر، جودوا يا مؤمنين يا مؤمنون وخلي عنكم طول النظر حتى تتم رسالته ولكم كل الأجر، توحد الأمة وتبعد عن عصابة أبا بكر. أحسنت، طيب الله أنفاسك، ومشكور أخوي أبو حسن من الجزائر، والله ونعم بأهل الجزائر، بارك الله فيكم. أحسنت، طيب الله هذه الأنفاس ولا فضفوك، بارك الله بك وبأهل الجزائر. أحسنت إن شاء الله ومشكور. وناخذ اتصال من الأخ أصف من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على ولعنة الله على من عدم اليوم الدين. لي طلب فقط وحيد. تفضل. أرجو من سماحة الشيخ أن يدعو لي ولوالدي وإخوتي وأخواتي وزوجتي وأطفالي في هذا الشهر الفضيل، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ سجل اسمه الأخ آصف. عليكم السلام ورحمة الله. إخواني بنكتفي بس المكالمات اللي موجودة. شنو اسمه؟ على الانتظار. اسمه آصف، الأخ آصف من سوريا. هو سماحة الشيخ ادعي لأهله إن شاء الله، الله يوفقهم ويخليهم بحق محمد وعلي محمد. اللهم صل على محمد وعلي محمد. إن شاء الله إن شاء الله تعالى. نعم إخوان نبدأ نأخذ الأسئلة. نعم السؤال الأخير للأخت حوراء، تقول حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر هل تزوجها الإمام الحسن سلام الله عليه لوقت معلوم؟ يعني هنالك للعلم آثار كثيرة تتعلق في زيجات الإمام الحسن عليه السلام، وتحتاج إلى تحقيق دقيق، لأنه كذب على هذا الإمام صلوات الله عليه كثيرا وجعل مزواجا ولم يكن كذلك. في شأن هذه المرأة ذكر في بعض الآثار أنه بالفعل الإمام عليه السلام قد تزوجها ثم طلقها، وأنه تزوجها يعني بالعقد المنقطع وما إلى هنالك، ولكن كل ذلك من جملة المذكورات، يعني من جملة المأثورات. أما أنه نقطع بأنه بالفعل قد حصل هذا أو لم يحصل، هذا يحتاج إلى تحقيق، ولا بد من أن يعني يصرف الجهد في هذا الشأن، ولذلك نترك هذا إلى محله إن شاء الله تعالى. نعم سماحة الشيخ، بس ننتظر ناخذ اتصال من الأخ حسين من الكويت. السلام عليكم. وعليكم
وعليكم السلام. شلونك اخوي عبد الله؟ حياك الله، طاب لونك اخوي. ممكن اسال سماحه الشيخ؟ اي تفضل حبيبي. شيخنا ما حكم من شيخنا ما حكم من يعتقد بوحدة الموجود؟ هل هو يعني مسلم منحرف او ام كافر؟ نعم، منحرف ام كافر. اوكي ان شاء الله. نعم شكرا، حياك الله اخوي حسين، بارك الله فيك. سماحة الشيخ، في أخ طبعا من ألمانيا، الأخ ياسين، أبو ياسين، عنده سؤالين. السؤال الأول، زكاة الفطر هل نستطيع أن نتبرع فيها لقناة فدك؟ لا لا يجوز ذلك شرعا. نعم. لديه سؤال ثاني حول آية نحن أنزلنا الذكرى، إنا أنزلنا الذكرى إنا له لحافظون. هل الحفظ هنا حفظ تكويني أم تشريعي؟ لأن البكريون يقولون أنه تكويني. الأظهر أنه تكويني وتشريعي على السواء، ولا يلزم منه الإشكال على الله تبارك وتعالى بأنه كيف حفظ هذا الكتاب السماوي الأخير ولم يحفظ الكتب السماوية السابقة. فمع ملاحظة أنه هذا الدين هو الدين الخاتم وله خصوصية، ومن خصوصياته استبقاء معجزته الكبرى التي هي القرآن الحكيم، فإنه يرتفع هذا الإشكال. فالأظهر عندنا أن الله تبارك وتعالى يحفظ هذا القرآن تشريعيا وتكوينيا على السواء، لا بمعنى أنه يقهر العباد على أن لا يأتوا بمثل هذا القرآن أو يصرفهم عنه كما قال بعض من ذهبوا إلى الصرف، وإنما بمعنى أنه قد جاء بكتاب معجز لا يرقى إليه كلام أحد من البشر، وهذا كاف في بقائه على حاله بلا تحريف أو زيادة أو نقصان. أحسنت سمحت الشيخ. أبو حسن، أول شيء نشكره على قصيدته الجميلة، بارك الله فيه. وسؤاله كان ما المقصود هل المقصود بحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى أن الأئمة من ذرية علي سلام الله عليه يكونون كما كان الحاخامات من ذرية سيدنا هارون عليه السلام؟ نعم، شيء من هذا أو يقارب هذا ذكر في الآثار الشريفة، ومضمونها أنه بعد موسى عليه السلام انتقلت الوصية إلى والإمامة إلى يوشع بن نون عليه السلام، ومنه انتقلت إلى ذرية هارون عليه السلام، فكان الأوصياء من ذرية هارون. ولعل كلام النبي صلى الله عليه وآله وتشبيهه عليا صلوات الله عليه بهارون ناظر في جملة ما ينظر إليه إلى هذا المعنى، وهو أن الأوصياء صلي على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الظهر صار في مشكلة في الاتصال مع سماحة الشيخ ياسر الحبيب، فلما يعدلون الإشكال الإخوان ناخذ اتصالات من الأخ مهدي من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل شيء حياة الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السؤال، صوتك أخ مهدي مو واضح. نعم صوتك أخ مهدي مو واضح، ممكن تتصل مرة أخرى لأنه مو واضح فعلا، ما قاعد نسمع شيء. بارك الله فيك، مشكور أخ مهدي. ناخذ عزيز كذلك من الجزائر.
السلام عليكم. انقطع الاتصال من الأخ عزيز من الجزائر. لدينا اتصال من العراق. نعتذر من الإخوان الكرام لأن عندنا مشكلة بالسيستم بطيء خاصة بالتحويل، فنضطر ناخذ فاصل حتى نعدل السيستم وناخذ ريفرش حق الاتصال مع سماعة الشيخ. نطلع فاصل ونرجع مع إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. نعتذر أعزائي المشاهدين عن الخلل الفني، ونواصل برنامجنا الليالي الرمضانية مع سماحة الشيخ ياسر الحبيب، وناخذ اتصال من الأخ من العراق. الأخ أبو عبد الله من العراق. نعم، انقطع الاتصال مع الأخ أبو عبد الله من العراق. سماحة الشيخ، عندنا سؤال من الأخ حسين من الكويت، يقول: ما حكم من يعتقد بوحدة الوجود والموجود؟ هل يعتبر منحرف أم كافر؟ يعتبر كافراً. نعم سماحة الشيخ، يا حبذا بما أنكم ذكرتوا يعتبر كافر، باختصار ما هي وحدة الوجود والموجود؟ لأن أخوان فعلا شافوا الحكم من غير لا يعرفون ما هي وحدة الوجود والموجود، والكثير من الأخوان لا يعرفون ما هي وحدة الوجود والموجود أو الاعتقاد فيها. يعني إفهامه لعوام الناس أمر يصعب، لأنه هذا بحث فلسفي كلامي، ولكن
كتقريب للمفهوم إلى أذهان الناس، نقول إن الاعتقاد بوحدة الوجود مؤداه أو فحواه إثبات أن وجودنا ووجود الله واحد لا انفكاك فيه، وهذا يعني يشبه قولنا مثلا إن الوجود أو وجود المائعات كلها وجودها سائل، هكذا يمكن أن يقال. طبعا المثال يقرب من جهة ويبعد من جهات. فإذا كان الوجود واحدا فمعنى ذلك أننا شبهنا الله عز وجل بخلقه. وهنالك تفسير آخر لوحدة الوجود، وهو القول بأن كل ما في الوجود واحد، وذلك الوجود بما هو وجود هو الله تبارك وتعالى. فهنا تفسيران. هذه وحدة الوجود، وهي نظرية كفرية بلا شك. الأكثر منها القول بوحدة الموجود. وحدة الموجود هذه تمنع حتى ثبوت الاثنينية بين الخالق والمخلوق، وهذه نظرية أكثر كفرا، تجعل أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، أنا وأنت وجميع الموجودات وحتى هذا الجماد، نحن كلنا الله، هذا كله الله. هذا ما يسمى بوحدة الموجود، وهي أكثر من وحدة الوجود، لأن وحدة الوجود تلك على الأقل فيها ثبوت الاثنينية، أي ثبوت أن هنا خالقا ومخلوقا، غاية ما هنالك أنها تقول بأن الوجود هو الله، وأن الوجود متحد فيما بين الخالق والمخلوق. على أي حال، هذا بحث مفصل لا يسعنا أن يعني نفهمه لجميع الأخوة على هذه العجالة. المهم هو الحكم، أنه من يعتقد بهذه النظرية مع الالتفات إلى ما فيها وإلى أنها مصادمة للدين الإسلامي، فإنه يكون كافرا بلا خلاف. نعم، أحسنت سمعت الشيخ. وأنا من جهتي أوجه الأخوان اللي يبون ينظرون ويبحثون عن نتائج الفلسفة والعرفان، أوجههم إلى محاضرات سماحة السيد مجتبى الشيرازي حفظه الله، وهي تشرح لهم شرح دقيق ما هي نتائج الفلسفة والعرفان وكيف يكون كافرا. ناخذ أحمد المالكي من السويد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الأستاذ المقدم والسماحة الشيخ. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كان لي ملاحظة بس، اللي يعني إذا أمكن لي تطلعون، يمكن تطلع أسماءهم أو دولهم على الشاشة عندكم. نعم. هذا واحد. اثنين، احنا يعني مع البكرية عندنا دين ونسخة مختلفة كاملة، يعني من التوحيد إلى آخر الأعمال العبادية والمعاملات والعقائد والفقه، مختلف تماما اختلاف السماء عن الأرض، الاختلاف بالوضوء، الاختلاف بكيفية الصلاة، الاختلاف بالحج، بالزكاة، بالقمص، بالمؤلفة قلوبهم، بغيرها، حتى بالقرآن. هذا فد ملاحظة يعني. وأنا عندي سؤال لسماحة الشيخ الله يحفظه. قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تختلف أمتي أو تفترق أمتي، ونحن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء لكل العالم، ليس لأمة واحدة، يعني ليس للجزيرة العربية أو العرب، وإنما جاء من الصين والهند إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، يعني لكل العالم. وهو يقول تفترق أمتي، أنا أريد أعرف الإشكالية هاي. تفترق أمتي يعني المسيح، النصارى واليهود من ضمن هذه الأمة،
أم فقط المسلمين هم اللي يفترقون على 72 فرقة و 73 فرقة؟ هم ذول اللي يفترقون. أنا بس أردف هماي الإشكالية. أحسنت. والله يحفظكم إن شاء الله ويرعاكم. أحسنت بارك الله فيك، الله يحفظكم إن شاء الله. ناخذ الاتصال من الأخ، عندنا اتصال من الأخ عزيز من إيران. أخوان أتوقع ما في وقت للباقي الاتصالات، نعم لأن باقي 17 دقيقة، ممكن بس الاتصالات اللي موجودة على الانتظار. نعم عزيز من إيران، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المعذرة، أنا كان عندي اعتراف للشيخ حقيقة أقولها. نعم. يعني عندما تكلم عن عائشة وقامت البلبلة الإعلامية هذه الفترة، يعني ما ارتحت جدا، لكن عندما قعدت واستمعت أحاديث الشيخ، كلام الشيخ، استفسارات الشيخ كاملة، أغنعت أتم الغناعة، يعني اللي الحق كاملة معاك. يعني مع الأسف بالفترة، شنو ذيك الفترة وشنو هاي، ما عندنا شخص يتكلم مثل الشيخ، لأن كلهم يجاملون أكثرية الشيوخ اللي أشوف أنهم يجاملون جماعة الوهابية وجماعة أخواننا بعد السنة، ولكن الشيخ استفساراته كاملة كانت عادلة ومنطقية وطبق الأحاديث وطبق الآيات القرآنية، واشكره جدا. وعندي كان فرد سؤال قليل، يعني كنت أسأل الشيخ وأرجو من عنده يجاوبني بصراحة عليه. وهذا السؤال كل وقت أخواننا السنة والوهابية يقولون بي، لماذا أئمتنا كلهم من إمام الحسين وليس من إمام الحسن؟ وشكرا حبيب، حياك الله، بارك الله فيك، ونشكرك على صراحتك ووضوحك واعترافك بالحق. ناخذ ابو عبد الله من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم ابو عبد الله. ابو عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامنا الحار سماحة الشيخ المجاهد والبطل. عندي مداخلة وعندي سؤال. ورحمة الله وبركاته. تفضل أخو بالنسبة للأخوة المخالفين، احنا اشكالنا وياهم أرد أقوله، يعني ما جاي نقارن بين شخصين، جاي نقارن بين خطين، خط الله سبحانه وتعالى ورسوله هو اختاره، والخط الثاني اختاره البشر، فخط يتمثل بأمير المؤمنين والأئمة المعصومين، خط الله سبحانه وتعالى اختاره هو ورسوله، والخط الثاني يتمثل بأبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد والخلفاء الملعونين، فهاي الوحدة. احنا لو مختار الله سبحانه وتعالى والرسول أبو بكر كان تبعنا أبو بكر، بس الله سبحانه وتعالى اختار ورسوله اختار، فهل نترك اختيار الله سبحانه وتعالى واختيار الرسول ونذهب إلى اختيار البشر والسقيفة لعنها الله؟ هذا هو الإشكال. احنا ما جاي نقارن بين شخصين، مقارنة بين شخصين هي مسألة يعني أنقص من أن تكون مقارنة على الدين. مقارنة الحقيقية هي بين خطين شرعي وغير شرعي. أحسنت أبو عبد الله، لو سمحت الله يخليك. اختاره الله ورسوله. باختصار أبو عبد الله، باقي في 9 دقائق. أما سؤال سماحة الشيخ المجاهد، أنا ثالث مرة أسأله وأتمنى يجاوبني علي، يعني لأن أنا محتاجة يعني شخصياً. شنو السر ان الرسول صلى الله عليه وآله ما طلق عائشة بعد كل هذه الأحداث والمؤامرات والاختيالات؟ شنو هذا السر ان الله سبحانه وتعالى ما أمر الرسول ان يطلق هذه المرأة، او ان نعم. الرسول ما طلق المرأة كباقي النساء؟ ابو عبد الله، بسألك سؤال،
السؤال الثاني. اي بارك الله فيك. بارك الله فيك الشيخ. الله يسلمك. طبعا هذا السؤال احنا جاوبنا على ابو عبد الله باختصار لان مجاوبينه تقريبا 10 مرات في القبل. هو يبي الظاهر يبي شرح دقيق. سماحة الشيخ عندنا اتصال من أخ أحمد المالكي من السويد يقول أن النبي صلى الله عليه وآله كما هو المعروف بعث للأمة جمعاء كل العالم وليس لأمة يعني للعرب أو لشبه الجزيرة العربية، ولكن في حديثه لما يقول تختلف وتتفرق أمتي فما يقصد بأمته؟ وليست وهل المسيح واليهود النصارى المسيح على حد قوله النصارى واليهود مشمولون في هذه الأمة؟ أليست كلها أمة النبي صلى الله عليه وآله؟ لا، المراد بهذا الحديث أنها الأمة التي تدعي أنها متبعة لمحمد صلى الله عليه وآله هي التي تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لا يدخل في ذلك اليهود والنصارى وأتباع الملل ولا انقطع الصوت. خلاص انهي شباب انهي البرنامج. أعزائي المشاهدين أعتقد أن ما بقي من الوقت شيء، وثاني مرة ينقطع الاتصال مع سماحة الشيخ، باقي تقريبا 5 دقائق لإنهاء البرنامج. أعتقد عادل نعم أي نعم. طبعا ما نقدر نكمل البرنامج لأن في مشاكل فنية، في سؤال أو سؤالين إن شاء الله نحولهم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. ما يسعني في نهاية البرنامج إلا أن أستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.